وللمزيد ينضم إلينا مدير دائرة استجابة الأزمات ديان جعفر حمو من دهوك. أهلا بك سيد ديان. سيد ديان، بداية يعني موجة الأمطار بدأت اليوم وستشتد الأحد المقبل في أغلب مناطق العراق بحسب هيئة الأنواء الجوية. نتساءل يعني ما هي الاستعدادات لهذه الموجة القادمة من الأمطار لتقليل الأضرار في المدن التي ستشهد تغييرات في الطقس؟ شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. يوجد في أقليم كردستان غرفة عمليات، وجميع مدراء دوائر الهجرة والمهاجرين في محافظات أقليم كردستان أعضاء فيها، حيث بلغنا قبل 4 أيام أو 5 أيام أن هناك موجة من الأمطار، وسوف تكون محافظة دهوك تصل إلى تقريبا 24 ساعة 70 مليمتر. كنا قد أحضرنا جميع التحضيرات لاستجابة هذه الكوارث الطبيعية التي تحدث في جميع الدول العالم، لكن حقيقة ما كنا نتوقع أن تكون حجم الأمطار تصل إلى هذه الدرجة، حيث وصلت إلى أكثر 170 مليمتر خلال 24 ساعة. حقيقة فرقنا المتواجدة في محافظة دهوك بالتنسيق مع جميع الدوائر المعنية، منها دائرة الدفاع المدني ودائرة بلديات دهوك والشرطة والآسايج، وحتى القوات البيشمركة أتوا إلى مركز قضاء دهوك وقاموا بحماية أو تحرير أكثر من 280 شخص اللي كانوا حياتهم في خطر، وكذلك قمنا بتحويل أكثر من 1040 شخص إلى فنادق دهوك بتنسيق مع دائرة السياحة العامة في دهوك، حيث قام سيد محافظ دهوك الدكتور علي تتر بإشراف على هذه الخلية، وكنا لحظة بلحظة مع أهالينا. مع الأسف أدت إلى حياة 3 أشخاص منهم غرقا. نعم. طيب يعني سيد ديان، يعني مع كل الجهود المشتركة التي ذكرتها جنابك، إلى أي مدى وجود مخاوف من عدم السيطرة على الكوارث البيئية وتكرار من الممكن مشاهد تجريف المنازل بأثر السيول؟ حقيقة في كل المناطق لا يمكن السيطرة 100% على هذه الكوارث الطبيعية، ولكن فريقنا دائما جاهز لاستجابة هذه الكوارث التي تحدث بين فترة أخرى، ولدينا مثل ما ذكرت بالبداية غرفة عمليات في أقليم كردستان، حيث تنطينا التحذيرات عندما توجد أحوال جوية أو أمطار غزيرة في المناطق التي تحدث فيها في أقليم كردستان. وقبل هذه الفترة فريقنا فريق استجابة الأزمات بالتنسيق مع الدوائر المعنية اللي ذكرتها، وهي دوائر الدفاع المدني و البلديات والبيئة والآسايش والبيشمركة والشرطة، نقوم بتنسيق مع البعض، حيث يوجد جروب واتس آب لنسق مية بعضنا، ونقوم بالذهاب. نعم. يعني تنسيق مشترك لتجنب هذه الأزمات. مدير دائرة استجابة الأزمات ديان جعفر حمو من دهوك، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.